يقول في بعض البلدان الإسلامية يصلون بعد صلاة الجمعة صلاة الظهر، ما حكم ذلك؟ هذا بدعة، حرام، ما أنزل الله به من سلطان. يوم الجمعة ما في صلاة ظهر، لمن صلى الجمعة ما في صلاة ظهر، صلاة الظهر لمن لم يصلي الجمعة لكونه مسافرا أو لكونه مريضا ولا يستطيع الحضور، أو امرأة يصلون ظهرا، أما المسلم الحاضر المستطيع فيصلي الجمعة وهي فرض الوقت. صلاة ظهر معها لبدعة، ما أنزل الله بها من سلطان، قد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يجب ترك هذا العمل وإن كان يفعله بعض الناس، هم ليسوا قدوة، القدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يصلي الظهر بعد الجمعة، هذا باطل. نعم.